طيب هنروح كمان نتأكد من درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات ونطمن الناس اللي مسافرة النهاردة الساحل والموجودين في القاهرة على درجات الحرارة مع زميلتنا العزيزة نيرفانا العام. مشاهدي اللايف اهلا بكم الى نشرة جوية جديدة ليوم الخميس. واخيرا وبعد فترة من الاجواء الشديدة الحرارة تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل طفيف على شمال البلاد، وذلك ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، ولكن تبقى الحرارة الشديدة على جنوب البلاد نهارا ولطيفة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد. وننتقل إلى درجات الحرارة في محافظات مصر ونبدأها بالقاهرة، حيث تنخفض درجة الحرارة 3 درجات مئوية لتسجل كبرى 37 والصغرى 25، أما عن عروس البحر المتوسط فتسجل كبرى 31 والصغرى 24 والجو صافي نهارا وليلا، وفي بورسعيد تسجل كبرى 32 والصغرى 25، حيث الأجواء المشرقة نهارا وصافية ليلا. وللأجواء الحارة في أسيوط حيث تسجل كبرى 41 والصغرى 28، وكذلك بالنسبة للمنيا حيث تسجل كبرى 40 والصغرى 25، أما عن شرم الشيخ تسجل كبرى 38 والصغرى 27 حيث صفاء، وفي أسوان تسجل كبرى 45 والصغرى 30 والجو الشديد الحرارة، وفي الأقصر تسجل كبرى 44 والصغرى 28 حيث الأجواء الصافية، أما الحلايب وشلاتين تسجل كبرى 38 والصغرى 29. وإلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ونستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية، ونبدأها بالعاصمة العربية القدس حيث تسجل كبرى 31 والصغرى 20، أما عن دمشق تسجل كبرى 36 والصغرى 18، وفي الرياض تسجل كبرى 42 والصغرى 29، أما عن أبوظبي تسجل كبرى 42 والصغرى 32، وفي الجزائر تسجل كبرى 28 والصغرى 20، وأخيرا في طرابلس تسجل كبرى 32 والصغرى 26. وإلى هنا مشاهدينا انتهت نشرتنا، وإلى اللقاء. يمكن انا طمنت حضراتكم من قبل يعني ما قالت الزميله نيرفانا العبد على فكره درجات الحراره، ان درجه الحراره هتوصل ل 90 حقيقه، يعني احنا بنطمن نفسنا. اه طبعا درجه الحراره عاليه جدا الفتره اللي جايه، واحنا لسه في شهر 7 او بدايه شهر 8 زي ما عرفنا امبارح ان ممكن لحد 15/9 تكون درجات الحراره عاليه. طبعا انا بقول 90 مجازا يعني، ولكن هي درجات الحراره عاليه جدا الفتره اللي فاتت وكمان القادمه، فنحاول ان احنا ناخد كده بالنا من درجات الحراره، من الشمس، من التعامل المباشر ما بيننا وما بينها. دايما بنحاول في صباح قنا ان احنا ندي يعني نصايح عن البعد عن الشمس، وكمان ازاي نشرب الميه بشكل كبير، ونخلي بالنا من اولادنا، وربنا يا رب يحفظنا كلنا طبعا.